ريندا وسلمان. قولي يا حبيبتي يا ماما عامله ايه؟ كده يا بنت انت سيخه سم. ايه يا سم؟ ايوه يا سم ما اكل ربنا هو نعمه ربنا هي ايه؟ نعمه ربنا يا حماتي. بس انا قايل فسيخ ورنجة. لما انا قلت لها فراخ ولحمه قالت لي لا اعمل فسيخ ورنجة. ما هو دوت الحاجات اللي بتتعب. بقول لك ايه يا معلم؟ ايه يا سم؟ انا اخواتي جايين النهارده ان شاء الله، وانت عارف ان هم جايين مشوار طويل. اه يجوا بالسلامه. فهم جايين يعيدوا علينا وهيتغدوا معانا. فانا عايزك برضك ايه تعملي فراخ، تعملي لحمه كده يعني. فراخ ولحمه ايه ده؟ احنا الايام دي ايام عيد وفسيخ ورنجه، وعندي فسيخ ورنجه جوه وسردين. المهم ان انت تعملي حاجه كويسه وخلاص يعني. هي عامه كده ولا كده بتحبهم؟ مفيش مشكله. بلاش اللحمه والفراخ دول. مفيش مشكله. انا هروح بس اجيبهم كده من الموقف الجديد وارجع عشان هم خلاص كده على وصول. طيب كده. روح عبال ما تيجي اكون انا خلصت. بس عايزك تعملي حاجه تشرفني. ان شاء الله. احيي احيي. الو. ايه يا ماما؟ ايه بقى يا حبيبتي؟ اخوات سم، اخت سنبل دي جايه واخوها ما يجي. يا حبيبتي نعمل لهم ايه؟ جايين وانا عايزني اعمل له فراخ واعمل له لحمه، وانا قلت له هعمل فسيخ ورنجه. فسيخ ايه ورنجه ايه؟ الرنجه والفسيخ غاليين قوي دلوقتي، ده بتمن اللحمه. احي يعني برضو الفسيخ والرنجه غاليين؟ طب وانا اعمل ايه؟ بقول لك ايه، اعمل لهم بطاطس يا حبيبتي، وهات لهم حبه فلفل ومشي حالك ويلا. انت صح، عندك حق، انا هعمل زي ما انت ما بتقولي كده. انا هحطه قدام امر واقع اصلا وحد لاقي. ماشي يا حبيبتي. ماشي ماشي يا ماما، يلا سلام. فسيخ؟ اه فسيخ. انا اديهم فسيخ يا كشي يتفحوه. الفسيخ ده بتاعي انا، بس هحطه فين بقى؟ عشان انا عارفه اللي هيعمله معايا وهيقعد يدور ويقول لي فسيخ ممكن يرموهولي وانا اموت فيها، يبقى لا اكلته ولا الفلوس اتمتعت بيها. هو زي ما امي قالت بالظبط، خيار والطماطم اهم، وادي الفول اهو، وابعت النواب يجيب فلافل، وخلصنا على كده. وحمل لهم شويه بطاطس بقى اهي، وخلصنا بقى. ده يعني احمدوا ربنا، احمدوا ربنا كمان جايين وهعمل لهم وفسيخ، والتاني يقول لي قال ايه فراخ ولحمه. فراخ ولحمه اه، ما هو ده اللي ناقص. واحد فين؟ فراخ ولحمه مبروكس ماله، ومحدش لاقي اصلا الاكل ده. هي امي صح، انا اللي دلعتهم. اه على ريحه الفسيخ من كل ده مش هعرف اكل النهارده. يا خبر ابيض. سنبل احي عشان يكون اخواتي عملوا حاجه في البيت. الو يا حماتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. خير يا سنبل كده يا حماتي؟ ايه ان شاء الله. ما تنزلي تقابليني تحت يا اخي. خضتني. انزل لك تحت؟ مش حاجه. اه انزلي تحت. في حاجه ولا ايه؟ ايه في حاجه؟ لا لا لا، خير، كل خير ان شاء الله. انت فين؟ تحت البيت يعني؟ ايوه تحت. اه عادي. طب يا حبيبي انا نازله لك، مش طمني في حاجه؟ طيب لا يا حماتي مفيش حاجه. مفيش حاجه. طيب حبيبي انا نازله لك اهو. ماشي ماشي, ماشي. خمس دقايق ونازله لك. يلا باي باي. سلام. خير يا رب. بسم الله الرحمن. ان شاء الله تصحيها يا امين. انا بسببك مش هعرف اكل ام الفسيخ. تعالى اتفضل اختي، والله العظيم وحشتوني. الله يخليك يا سنبل. في سنبل غرقان على فكره. في مش حاجه يا حماتي، خش بس حماتي خش. مش عارفه حاجه غريبه والله. الظاهر ان هم جم. اتفضل اتفضل. طب دخلت الحمام سيبيه بس، سيبيه دعاء تيجي تشيله دلوقتي. النهارده بقى اعمل لكم غدوة فسيخ ورنجة، الحاجات اللي انتوا بتموتوا فيها دي. الله يخلينا يا سنبل يا رب. ان شاء الله فسيخ ان شاء الله تتفحوا. ماما نور بتحبها قوي. ماما نعم. ينفع اروح اسلم عليها؟ خش يا حبيبتي ادخلي.
طنط طنط انت عامله لنا فسيخ يا طنط، ده انا بعشقه. روحي يا حبيبتي يلا روحي فسيخ او تطفحوه. روحي يا ماما اقعدي جنب ماما. ده انا ده احنا بنحبك يا طنط. طب يا حبيبتي وانا كمان بعشقكم، اصبروا انا جايه لكم. عامل يا سندر؟ ويلا بس على طول عشان احنا عايزين ناكل. ماشي ثواني بس كده. اه يا حبيبي هتاكله دلوقتي. ربنا يخليك لنا يا سندر. يا دعاء. امال انا فين؟ ايوه يا سنبل. دعاء جايه لك. كفايه عليهم دول، هما كمان هينهبوا. تعالي تعالي، راح فين؟ انتهى الحلقه. كل يا حبيبتي يا ماما. ايه ده يا بنتي؟ ايه يا سنبل في ايه؟ خضتنا يا اخي. ثواني يا حماتي، بنتك قالت لي اعمل فسيخ ورنجه. هو فين سوق الفسيخ؟ مش جايبه فلافل وفسيخ. وهي اختك بتحب فسيخ ورنجه؟ اه طبعا. ايوه انا بحب الفسيخ ورنجه حضرتك. هو ما كانش فيه غير واحده وانت عارف ان انا الواحده دي بحب انا الفسيخ. وبعدين فلافلها واحده مفيش وقت. مفيش وقت يا سنبل. محمد حط لنا بابا ده الوقت بتاعه ونص رغيف عيش. انت معايا وانا هاكل معاك برضه. ما هو ده نعمه ربنا. هي نعمه ربنا. اي نعم يا حماتي، بس دوت انت معايا يا بنتي في الكلام ده؟ ما هي ده دي نعمه ربنا هنتبطل عليها كمان. انا ما قلتش حاجه، ده نعمه ربنا. ايوه يا حماتي، بس ده ما هي ده على اخواتي جايين من سفر. يا سنبل اي لقمه خلاص كده، مش هقول لك كفي وخلاص. اي لقمه يا سنبل؟ يعني انت موافقه على كلام بنتي؟ هتعمل لك مشكله على لقمه. طب ما هي اكله وهي كمان هتاكل منها، ما تعملش مشاكل. هي امي اهي برضه هتاكل منها. انا لو ما عارفه ان انا جاي لك احسن من فسيخ ورنج. لا ده حلو يا سنبل، ده نعمه ربنا حلو. حماتي بنتي مش هينفع تكمل معايا. ما ينفعش. وانا مش هينفع معاك؟ اه طبعا يا ساتر. اه ان شاء الله. بقول لك يا حماتي خدي بنتك وتطلعي. ما ينفعش يا سنبل. قوي قوي انت بتكرشني. مش هرجع اعترف كده. لا لا ما ترجعش. خلاص ده اخد كلام عندي واخد قرار. انا خدت قرار. كتر خيرك يا سنبل. يلا يا ماما. لا استنى يا بنت استنى. بقول لك يا سنبل. نعم يا حبيبي. انا اللي قلت لها تعمل كده يا سنبل. ما انت مش هتحول بيتك. ما تدخلش بيتك عشان انا السبب يا سنبل. انت السبب ما تدخلش بيتك. بدل ما تقول البنت بتعمل الصح تقول لها تعمل الغلط يا حبيبتي. ما لقيته غالي يا سمر. غالي غالي الحاجات دي ما تغلاش على اخواته وعلى اهلي يا امي. خلاص يا سمر الغلط عندنا. معلش مره ثانيه. معلش يا سمر. فهمها صح من الغلط بقى. برضو؟ اه ان شاء الله. يلا بالليل كفايه هنا كفايه هنا يلا. شكرا يا راجل. وعطول. اقعدوا انتوا وقفتوا ليه؟ اقعدوا. ايه اللي حصل ده يا سنبل؟ اقعدوا بس اقعدوا. خلوا يا جدع عملنا مشاكل. انتوا فعلا كنتوا عندكم فسيخ؟ ايوه في فسيخ. بس هي بتقول انا شايلاها لنفسي، فسيخه واحده بتقول انا شايلاها لنفسي، تمام؟ حاطط لنا فلافلها واحده. خلاص بقى ما تحرقش دمنا كمان يا محمد. خلاص يا سنبل. انا هجيب لكم فسيخ ورنجه دلوقتي احسن من اللي كان موجود هنا كمان. لا دي نعمه ورنجه خلاص يا سنبل. بس احنا كده عملنا مشاكل يا سنبل. لا لا انا هروح اجيب لكم بسرعه وانتوا قاعدين كده زي ما انتوا.